ولا خال، نحن من أين لنا المال؟ قلت ما أصعب الحياة دون مال. ليس لنا إلا عرق الجبين وكلمة يا معين. أحسرته، زوجي في الدهر فقير محتار. صباح الخير. جوع وحرمان وصباحنا خير يا أبي. أحاول بيع الجرار دون مفائدة. بيع الجرار لا نفع منه، تخرج من الصباح إلى المساء لتعود متعبا تجر القدمين خالي اليدين. دعنا يا أبي نذهب إلى دار جدي عدة أيام، إنها فكرة جيدة ومنها فائدة. لا لا، الصبر أفضل. إلى متى؟ لا صبر لنا على الفاقة وليس لنا على الجوع طاقة. كفى كفى، ابتسمي يا قمر واضحكي يا مرجانة، التباكي والدموع يزيدان من الجوع. إلى اللقاء. عد لنا بالسلامة يا جحا. من صلصال وفخار عندي أفضل الجرار، من صلصال وفخار عندي أفضل الجرار. كما تذهب كما تعود، كأنه ينادي على الحجار. جراري قوية، جراري متينة، جراري على المياه أمينة. من يسمع هذا النداء يظن أنك ستعود بدجاجة سمينة. كل، لا أكلت إلا الهناء يا صاحب الجاه والسلطان. شكرا يا سليمة، لو لم تقدمي لي المساعدة لما وصلت إلى ما وصلت إليه. أخدمك بالعينين يا أغلى من العينين. يا سليمة، هدية الوالي حولتنا إلى عائلة غنية وثرية. أنا ما كنت أعتقد أني أنا صاحب الشرطة، سأصبح يوما من الأيام في هذا الغنى وبهذه القيمة. سلمت لزوجتك قيمتك وقامتك. ما أسعدني بك يا زوجتي. ما أسعدني بتهنئة الوالي لزوجي صاحب المعالي. يا سليمة. نعم يا روح سليمة. كم بقي لدينا من المال؟
الكثير والكثير. لماذا تسأل؟ هدية الوالي هدية ثمينة بلغت 1000 دينار ونحن لم ننفق منها حتى الآن شيئا يذكر. الأيام كثيرة والسنين طويلة بإذن الله. يقول الوالي بأني أحسنت في ضبط الأمور وأني ما تخاذلت أبدا مع المعتدين على حقوق الناس، ولهذا جاءت الهدية كبيرة وكثيرة. هي أيام السعد نعيشها آمنين مطمئنين، إنما على شرط. قل. صاحب الشرطة رجل وقور، وعلى الناس أن تفهم وتعلم وتدرك. أنت معروف موصوف. الآن زاد مقداري بزيادة مالي. مقدارك محفوظ قبل المال وقبل تحسن الأحوال. ثم انظري إلى هذا الكرش، كيف رفق وانتفخ. إذن خفف من الطعام، لأنه ما سلم إنسان من شره، وصدق الذي قال: المعدة بيت الداء وأصل كل بلاء. وكيف نخفف من طعامنا حتى لا نندم؟ عد اللقم. لقمة وراء لقمة؟ لتبعد عن جسدك النقمة. وكم نأكل؟ في كل وقعة عد إلى 10. إذن لنبدأ الأكل. بالصحة والعافية. هذه واحدة. من صلصال وفخار عندي أفضل الجيران. ما هذا الصوت المزعج يا سليمة؟ نعم يا روح سليمة. أحضري لنا هذا البائع الذي يبيع الجيران. أحضر. من صلصال وفخار عندي أفضل. تعال يا جحا، صاحب الشرطة يريدك. أخيراً سمع نداءنا أحد الزبائن. السلام عليك يا صاحب الشرطة. أولاً وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثانياً، لماذا ترفع صوتك بالغناء وتزعجنا وقت الغداء؟ بعض الناس يا صاحب الشرطة رزقهم في أصواتهم. أجبيه أنت يا سليمة. يا جحا. نعم. لا ضرورة للنداء، هو يزعج زوجي ويصيبه بالشقاء. وكيف أبيع وأشتري؟ للناس عيون يشاهدون فيشترون. أحسنت يا سليمة، أحسنت. كف عن نداء يا بائع الجرار، أزعجتنا. أنا لا أسيء إلى أحد من الناس، فلماذا تعترض على ندائي؟ أسأت إلى صاحب الشرطة. كنا نأكل ونحسب عدد اللقم التي نأكلها حتى وصل صوتك إلينا. تحسب العدد؟ وكيف هذا؟ في كل وقعة أكل من اللقم 10. وعندما وصل صوتي إليك أخطأت العد وضاع منك العدد. كلامك صحيح، لذلك أرسلنا بطلبك حتى تسكت وتصمت. أعتذر على ما بدر مني، لذلك سامحنا وعد إلى طعام الهناء بالشفاء. وهل إذا سمحناك نجد العدد الضائع من اللقم؟ الحل بسيط، أنا أجد لك الحل. ما هو؟ هات. عد إلى الأكل والعد من جديد وتوقف عندما تريد. واللقم التي نزلت وهضمت؟ يطرح بعضها بعضا، فإذا ضربت وجمعت حسبت. هل فهمت يا زوجي؟ طبعا فهمت. بعد هدية الوالي صاحب الشرطة أصبح أفهم وأعلم. هو التقدير والتبجيل الذي بعث به إلي الوالي، فبعدما كنا صاحب الشرطة فقط أصبحنا صاحب المعالي على شرطة البلد. ويح الأيام، هدية تقدير بدلت الأخلاق وغيرت المصير. ماذا عنيت يا جحا؟ بالأمس كان واحدا منا يشاركنا الأفراح والأتراح، واليوم أصبح في الأعالي لا يهتم ولا يبالي. أتهجون أم تمدحنا يا جحا؟ هذا مديح مليح، قلنا صاحب الشرطة أصبح في الأعالي. كلامه صحيح، اجلس يا جحا
فمن عادة الأعيان إكرام الإنسان. نجلس ولماذا لا نجلس؟ ها نحن جلسنا وبعد أن جلسنا أكلنا. يا جحا. نعم يا صاحب الشرطة. أمن عادتك أن تعد اللقم؟ أبدا يا صاحب الشرطة، أنا أكل حتى أشبع، فإذا شبعت شكرت الله على نعمه. فخار من صلصال وفخار عندي أطي أفضل الجرار. عفوك أيها الرجل. نعم. أو تسمح لي بكلمة؟ قل. الكلام أمضى من السيف في حده الحد والجد. نعم. ألا تفهم الشعر يا أخ العرب؟ نفهم ولماذا لا نفهم؟ ماذا تريد منا؟ سؤال بعيد عن بلاغة اللغة. نتواضع، ما هو؟ قل لي أنت ظريف أم لا؟ أنا ظريف. وتعرفني جيدا؟ أنت جوحة. إذن تعال هنا وأخبرني لماذا وكيف صرت على هذه الصورة؟ من المال. من أين المال؟ من التكسب. التكسب بماذا؟ بالإطراء. بإطراء من؟ الذين يحبون هذا. وكم يدفعون؟ الكثير. وتركت الدكان من أجل هذا الكثير؟ ربحه أوضح وأربح. وأنا بائع جرار؟ اعمل كما أعمل. كيف؟ أتعرف كيف يبيضون الأواني بالقصدير؟ أعرف. هكذا تبيض وجهك ووجوه الذين يحبون الإطراء. أكمل، ما زلت أستمع. اضحك عليهم، قل لهم كلاما عطوفا لطيفا خفيفا ظريفا تملك منهم القلوب والعقول والمال، ثم لا تنسى أن تشتم غيرهم وذلك أمامهم. وبعد؟ ثم تذهب إلى الذين شتمتهم فتقول لهم الكلام الخفيف الظريف. وبعد؟ وتشتم أمامهم الذين مدحتهم وأخذت مالهم. هذه نميمة. سميها ما شئ. ويح الأيام، صارت النميمة موردا للأرزاق وهي من أثقل الخطايا في الأعناق. لا أحب مثل هذا الكلام. أنت رجل أبله تبيع الجرار طوال النهار من أجل درهمين. مديح، نجرب. ولماذا لا نجرب؟ صالح. نعم يا جحا. أنت كريم وابن كرام، أبي النفس شجاع هو مقدام، ولهذا أنا معجب بك. إذن زوجني قمر الزمان. لم يحن الأوان. أين الرزق يا جحا؟ أنا تعب، أريد أن أرتاح قليلا. ألا طعام يا أبي؟ عليكما بالأعشاب. وهل نحن من نشيح لنأكل الأعشاب كل يوم؟ الجوع يسكن دارنا منذ أسبوع، دعني أرحل أنا وابنتي إلى دار الأهل. ما القصة يا أبي؟ كلما تحدثنا إليك تهرب من زاوية إلى زاوية. وماذا أفعل يا ابنتي؟ أدور بهذه الجرار من سوق إلى سوق ومن بيت إلى دار دون ما فائدة. دع هذه المهنة إلى مهنة ثانية.
هذا ما أفكر به. تفكر بمهنة ثانية؟ نعم. وتدر المال الكثير؟ نعم. وما هي هذه المهنة؟ التكسب بالمديح. مهنة فاشلة. ولماذا؟ لأنك لست بشاعر. أتعلم. وننتظر حتى تتعلم لنأكل. سأسرق الشعر، أخذه عن غيري وأدعيه لنفسي. ما رأيك يا قمر؟ ما رأي أبي؟ سأبدأ بصاحب الشرطة. وهل يعطيك صاحب الشرطة ثمن المديح؟ قد يحرم نفسه من الطعام لقاء المديح المليح. اسمعوا اسمعوا، جحا يريد أن يصبح شاعرا آخر الأيام. ليجرب يا أمي، التجربة قد تكون لنا مفيدة. ماذا قلت يا زوجتنا؟ أقول ما تقوله أنت. إذن لنبحث عن الكلام اللطيف الظريف. تبحث عن الكلام منذ الآن؟ طبعا، وذلك لأصف به صاحب الشرطة. وهل من الضروري أن يكون الكلام لطيفا ظريفا؟ طبعا. سمعت يا قمر؟ يا أبي، صاحب الشرطة ليس برجل لطيف، وأيضا ليس هو بالظريف. طبعا. أيعني هذا أنك ذاهب إليه لتكذب عليه؟ طبعا. يقولون إن الكذب على الناس يدر الأموال. لا تذهب إلى أي مكان يا أبي، قد شبعنا ولا نشعر بالجوع. والأعشاب الطرية مفيدة للمعدة وفيها 1000 فائدة، فإياك والكذب يا جحا. منذ قليل كنت ما في جوع شديد، ما الذي حدث وجرى في هذا الدار؟ تبدلنا وتغيرنا. وأنا أيضا تبدلت وتغيرت، كنت بائعا للجرار والآن أصبحت بائعا للأشعار. أيها الحاجب. أنا الحاجبة، أنا أنثى، أنا زوجتك يا صاحب الشرطة. كدت أن أنسى. أيتها الحاجبة. نعم يا صاحب الشرطة. لا تستقبل الضيوف وقت الغذاء ولا عند العشاء، ليدخلوا إلينا في أوقات مدروسة وفي أوقات غير منحوسة. حفظنا وسجلنا. واجعلوا لكل متسول يطرق بابنا رغيفين بدل الثلاثة. لماذا يا زوجي؟ لأنه إذا ضاعت منا كل الأموال صرنا إلى أسوأ حال يا سليمة. انظروا من في الباب. حاضر يا صاحب الشرطة. جحا، إياك أن تدخل دون استئذان. ولماذا؟ أهل الوالي عندكم في الدار؟ عندنا زوجي وأنا الحاجبة. حاجبة؟ وما معنى حاجبة يا سليمة؟ هي أنثى الحاجب. لن أعاتب. مهلا لأستأذن لك. يا صاحب الشرطة. نعم. جحا في الباب. ماذا يريد؟ مهلا، ماذا تريد؟ أريد الدخول إليه. يريد الدخول إليك. ولأي سبب من الأسباب؟ ولأي سبب من الأسباب؟ أنا شاعر من الشعراء وقد جئت إليه لأمدح خصاله الحميدة. جاء يقول فيك الشعر. أحقا ما تقوله يا جحا؟ نعم يا صاحب الشرطة. وتريد أن تمدحني؟ طويلا يا صاحب الشرطة. وتقول شعرا جيدا؟ جيدا. وتذكر الخصال الحميدة؟ الحميدة والمفيدة. والكرم؟ الكرم والشهامة. والشجاعة؟ هذه تحتاج إلى أبيات طويلة قد تقطع النفس. اطمئن، سنجعلك تسترد الأنفاس بين النفس والنفس. إلى أين؟ أطعم مرجان وقمر الزمان. ولكنك لم تقل الشعر بعد. سامحني يا صاحب الشرطة، رؤية الدينار جعلتني أنسى الأشعار. هيا أبدأ. هل الهلال والهل خير لزوج سليمة، هل القمر
أغنيت ما أغنى المطر وفي أعدائك الظفر. أين نحن من هذا الشعر يا جحا؟ أنت زوج سليمة. هذه حاجبة. حاجبة فقط يا صاحب الشرطة؟ الآن فقط. وعندما يحين موعد الطعام وغسل الثياب والسهر على راحتك، عندها أنت زوجتي. سأكون زوجة لك أيضا في المديح. أحسنت يا جحا، قلت الصدق وأجدت الشعر. كم نعطيه؟ يا حاجبة. نعم. أعطي له 20 دينارا. كم؟ الهم زاد الهم، ضحك الناس فتلحلح. افتحي افتحي يا مرجانة، زال الهم وذهب الغم، أصبحت من الأغنياء. أسمعني يا قمر، أصبحت من الأغنياء الأثرياء. أهلا يا أبي. ماذا تحمل إلينا؟ أطيب المآكل. من أين لك كل هذا الخير؟ من الكذب. لن نأكل ولن نشرب من مهنة لا أصل ولا فصل لها. يا مرجانة، نحن لا نأكل من الكذب، نحن نأكل مالا جاء من الوالي إلى صاحب الشرطة، فنالنا منه قدر يسير. هكذا؟ هكذا؟ هكذا. إذن هيا يا قمر لنأكل لقمة شهية هنية. في الدار تكمن فرحته والسعد يسكن جبته. أخيرا عدت إلى الدكان يا ظريف. كنا نتكسب من صاحب الشرطة، فدخل جحا بيننا ومنع الرزق عنا. التجارة مهنة ثابتة وفيها الحلال، لكن الربح السريع يأتي عادة من اللسان الجميل. بل قل من اللسان الكاذب، يا من علمتنا المراوغة والمخادعة. اقتنع صاحب الشرطة بشعرك فمنع دخولي وسمح بدخولي. هذا لأننا سبقناك في الكذب. ما هذا الذي يقوله؟ هو كلام صحيح. وهل لدى صاحب الشرطة كثير من المال؟ كان يا مكان، أرسل الوالي بطلب صاحب الشرطة واتهمه بالإهمال وأخذ ما تبقى معه من المال. اسكت يا وقد أتى. السلام على صاحب الشرطة. وعليك السلام يا صالح. ما الأخبار؟ جحا قال ويح الأيام، هدية تقدير بدلت الأخلاق وغيرت المصير. لو أني فهمت هذا يومها لما أغراني المال وثناء الوالي والشعر هذا الذي أخذ الكثير من مالي. جحا أخذ أكثر مني. وكم أخذ جحا؟ الكثير الكثير. باستطاعتك أن تسترد قسما منه؟ كيف؟ قال فيك بيتا من الشعر فقل فيه بيتين. فكرة جيدة، وهكذا أرد بعدما خسرته. يا صالح، أنت عدو ولست بصديق. لماذا تقول هذا الكلام؟ كان عليك أن تحتفظ بنصيحتك لي أنا لا لصاحب الشرطة. المال ماله، لا مالك أنت ولا جحا. شعر جيد، أكمل أكمل. أنتم أشد من الغضنفر، ولسانكم أقطع من السيف، وأمركم أنفذ من السنان، ووجهكم أحلى من قمر. شعر مكسور مقهور. أحسنت أحسنت يا قمر الزمان. نعم. أعطيه 10,000 درهم. ماذا؟ 10,000 درهم؟
مرة واحدة؟ عليك بشكر جحا على هذا الكرم. طبعا ألف شكر وشكر. تشكرنا أيضا يا قمر الزمان؟ نعم. أعطيه أيضا 10,000 درهم. كفى يا جحا، كفى، أصبحوا 20,000. بل فليكن المبلغ 40,000. ماذا أسمع؟ الحقيقة؟ ومن أين ستدفع لي يا جحا كل هذه الثروة؟ أدفع؟ هذا أدفع المال الذي وهبتني إياه. عجيب، ولماذا أدفع لك المال؟ لأني قلت فيك شعرا. أيضا عجيب. يا صاحب الشرطة، تعال تعال اجلس بجانبي. أنا جلست. عندما قلت ذلك الشعر المبتور المكسور وذكرت فيه أنني أحسن من القمر وأشد من الأسد وبأن لساني أقطع من السيف وأمري أنفذ من السنان، هل أعطيتنا شيئا غير الكلام؟ أبدا. نحن أيضا عندما أعطيناك المكافأة لم نعطك سوى الكلام. أكل هذا كلام بكلام؟ طبعا، شاعر سرنا بكلام، سررناه طبعا بكلام، هكذا والسلام.